لطفي بن ساسي. لطفي بن ساسي السيد لطفي بن ساسي تستعيرها من خليفة السيد. سؤال فلسفي نبدأ به. خليفة، هل نحن توانسة مغاربة أبناء البحر المتوسط ولا أفارقة؟ سؤال يطرح روحه كل واحد تنجده. احنا كل مرة كيفاش مثلا تبدأ نيجيريا تكورنو اللي هو فارق، راهو التونسي ينسى روحه اللي هو افريقي، راهو اصلا نبداو نحكيو على افريقيا كانوا يحكينا نحكيو على ناس برانين ونسين اللي احنا في طنجورة افريقيا وفي احسن بلاصة من افريقيا. نقعد انا في افريقيا، نبدا المسيرة من حكاية صارت شفتها البارح في الاخبار في فرنسا. المغازات الكبرى لي ريون تاعها ولاو فارغين. كي جات حرب الاوكرين وجات قبلها كوفيد وقبلها شويه الشين بدات تخرج في جريناتها، معناها الشين اللي كانت تخدم كل سواقي وندر شنو استعملوا فيها الشين، توا لا الشين ولات تحب تخدم المواد نتاعها بالماركه نتاعها باللابيل نتاعها، ولات حتى الشين هي تخدم في السلعه نتاعها في افريقيا. معناها قمح، ربع القمح نتاع الدنيا جينا من روسيا واليوكرين، هاي حرب يا سيدي. وليش الروز ما فماش في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا؟ وليش المقرونه ولات صعيبه في فرنسا وايطاليا والمانيا وبرشا حاجات معناها به؟ اوروبا يلزمها اليوم تفكر في حاجه، في حاجه اسمها البحر الابيض المتوسط اللي هو كان ام الحضارات. قبل ما تجي امريكا كانت مش موجوده جمله، ولا استراليا ولا غيره، كانت البحر الابيض المتوسط هو سين زون دو بروسبيريتي، منطقه رفاهه كبيره بالنسبه لاوروبا. اوروبا في جهه وقت راهنت على اوروبا الشرقيه، طلعت عندها مشكله. ناخذوا تقرير كتبوا مجلس الشيوخ عام 2013. شو يقول التقرير هذا؟ معناها مجلس الشيوخ عمل الفرنسي للدوله الفرنسيه. ايش قال لها؟ قال لها يا دوله راو افريقيا هي قاره القرن الواحد والعشرين، راي افريقيا هي المستقبل، راو البحر الابيض المتوسط هو المستقبل، وراو اذا كان معناها تحبوا تخدموا مع هذوكم. اليوم قدش تبعد ايطاليا على تونس؟ ايطاليا مشيو لها عوميه نحن بالحق. خصك تكون عوام به. واحد اسمه روجي جارودي قال لوروب ايت ان بولي دو كانون، معناها نضربوا مدفع يجي في ايطاليا ولا يجي في فرنسا. الطياره باش تمشي روما تقعد ساعه تقريبا. لا الشين ولا استراليا ولا هم يحزنون. ايش قعد توا؟ قعدت لهم افريقيا وخاصة شمال افريقيا. شمال افريقيا اش فيها؟ شمال افريقيا فيها الغاز، شمال افريقيا فيها الضوء، فيها الالكتريسيتي، شمال افريقيا فيها المناجم اللي يتصورها الكل من موريتانيا، الليبيا، التونس اللي فيها اليد العامله وفيها برشا حاجات. والثروه الكبيره اللي فيها الشمس، عندنا الشمس. والشمس. 300 يوم في النهار. هذاك علاش نحكي على في العام بلوتو. الطاقات المتجدده. الكره تقول انت عندهم هما ولا عندنا احنا؟ انا اقول لك الكره عندنا احنا، على خاطر اليوم مهما كانت الماده اللي تصنعها مطابقه للمواصفات، انت باش تبيع له يلزمك تبيع له بالمواصفات نتاعو، مهما كانت السلعه المطابقه للمواصفات نتاعو تنجم تبيعها. اخت الفلاحه انا ضد بيع المواد الفلاحيه، خاطر تصدير المواد الفلاحيه هو تصدير الماء، واحنا عندنا مشكل نتاع ماء اكاهو، والبقيه نصدروا اللي نحبوا. طماطم حكوك، جلبانه حكوك، طاجين جبن، اللي تحب انت نصدروا، نجموا نصدروا ونجموا احنا نوليو عنصر فاعل في البحر الابيض المتوسط. حتى السافوار نتاعنا، السافوار فير نتاعنا نجموا صدروه، اللي يعمل حاجه باهيه نوقفوه على الخدمه كيما المدير هذا، صدروا السافوار فير والفير سافوار كلزم. حسين يظهر انه اوروبا بدات تفهم الحكايه هذه وبدات تفهم اللي المستقبل نتاعها هو في حوض البحر الابيض المتوسط. واضح. والكره عندنا وتوا يلزمنا نبداو نكوروا. اوكي، واضحه العمليه. البكبك نطقته كالعاده، شنو اللي قال اليوم؟ رسمي ها؟ انطلاق مهرجان الاغنيه يوم 7 مارس. صحيح.
البكبك يقول لك الأغنية المرشحة للفوز هي يا عم الحبيب جيشي الحليب. وكتبها الحليبي متاع وادي الليل. كتبها الحليبي متاع وادي الليل. حلبوا به. حلبوا له. مع الإشارة أنه كونه في مسابقة الأغنية سحر مزيد. اي سحر مزيد موجوده والله فرحت سحر مزيد الكرونيكوس نتاعنا من اي المتسابقين المسابقه الرسميه. يوسف مزيد اعتقد بوا يقرب لها هو الكاتب الكلمات وهي اللي لحنت الاغنيه وتغنيها ايضا وغنيها في معناها التجربه الجديده ولا الحديثه الاغنيه الشبابيه ان شاء الله يسعدنا ان شاء الله تجيب لنا تيتر للجوهره فاب. نحتاج الاسامي جدد كده. انا قريت المشاركين الكل فيهم برشا قدم معناها وبك تعرف القديم ما يصيرش نخليه ترابط الاجيال سنة فوالا جدد لازمهم موجود القديم نستفادوا من تجربته نجيو باش نقولوا توا لطفي بوشنيق تي مدرسه لطفي بوشنيق عندنا ولا ولا مين فهمت شنو لا انا اش قلت ومشارك لطفي بوشنيق اي مهرجان ريتو مشارك ولا لا ريتو كي وين في الاغنيه الوتريه اي في الوتريه كملح كملح كملح